مساء الخير عليكم مشاهدينا. فيديو تاع اليوم بزاف رح يعجبكم، رح نزوروا ثلاث شواطئ في بالي في يوم واحد. يلا نتعرفوا عليهم مع بعض. تعتبر جزيرة بالي الأندونيسية موطناً للعديد من الشواطئ الخلابة، ومن بينها شواطئ بروكن وأنجل بيلابانك وكريستال باي. من ربع لي بلاج باراديزياك اللي جايين في نوزابينيدا واسمها بروكن بيتش. يلا ما نطولش عليكم، هيا نروح نشوفوا هذه بروكن بيتش. تحية الجزائر. اوه شكرا. واش راكم لاباس بيان؟ لاباس اهلا. لاباس بيان؟ والله غير الحمد لله. ويلكم تو بروكن بيتش. معايا الغاشي قاع هذا خلص دراهم وجا من البيت باش يشوف برك بيزاج. دوك راح نخلي لي زيماج تاعنا يحكيو لكم يوروا لكم بروكن بيتش. شاطئ بروكن، يتميز هذا الشاطئ بتكويناته الصخرية المذهلة والمنفذ الطبيعي الفريد الذي يتصل بالمحيط. يوفر المكان مناظر بانورامية رائعة للمياه الزرقاء الصافية، ويعتبر مكانا مثاليا لالتقاط الصور والاستمتاع بالطبيعة. تبعوا معايا شحال من ريستورون هنايا في بلاصه تاع فيها 500 متر كاري. واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، سبعه لي ريستورون ومازال فوقه غير هنا في 500 متر كاري كاع يخدموا وكاع دايرين حاجات صغار. وري لهم هنايا ها وابل صغار بالحطب كراسه يبيعوا الكونوكيوت كدا وكاع حمدين ربي وكاع الحمد لله.